بسم الله، تحياتي إليكم أيها الأعزاء. وصلنا إلى آخر حكومة من حكومات العهد الملكي، حكومة أونيس القذافي، التي بدأت بعد استقالة عبد الحميد البكوش. حكومة أونيس القذافي بدأت تستكمل اللمسات الأخيرة في الخطة الخمسية الأولى التي ابتدأت في عهد حكومة تفكيني، وهي التي تم إنشاء العديد من المشاريع الكبرى في البلد، مثل الطريق الساحلي والمستشفيات والمدينتين الرياضيتين والبدء في المراكز الطبية الكبيرة ومطار بني غازي، ويعني العديد من المشاريع ومطار سبها والعديد من المشاريع المعروفة في البلد. والحقيقة أن هناك شيء مهم يجدر أن نذكره، أنه العهد الملكي يعني لم يخلو من أوجه القصور العديدة التي شابت سواء العملية السياسية أو العملية الاقتصادية، لكن رغم كل التكهنات ورغم كل الانطباعات ورغم كل التضارب في سرد التفاصيل أو المعلومات الواردة في التقارير، تظل هناك حقيقة راسخة يعني واحدة، وهي أن كل يوم في أيام العهد من أيام العهد الملكي هو أفضل من سابقه. يعني كل يوم سواء في الحياة الاجتماعية أو في التنمية أو في حياة الاقتصادية للمواطن، في عهد أونيس القذافي بدأ الإعداد لمشروع كبير جدا وهو الخطة الخمسية الثانية، الذي بدأ تحت إشراف وزارة التخطيط برئاسة الدكتور علي عتيقة. هذه الخطة أعد بيانات أكثر من 200 شخص من الليبيين وبعض الخبراء الأجانب. هؤلاء الذين أعدوا الخطة شباب ليبي تخرج من الجامعات الليبية في تلك السنوات. ساعدهم أكثر من شخصية من 50 شخصية متخصصة من الخبراء، أجروا مسوح ودراسات واستبيانات وأعدوا بيانات لمدة سنة كاملة صدرت في 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 في, في هذه أو تكونت منها هذه الخطة. صدرت الخطة رسميا في مرسوم ملكي بتاريخ 27 مارس 1969، ورصدت لها أكبر ميزانية في تاريخ ليبيا، 1.4 مليار باستقطاع 7 مليون للدفاع ولصالح الدعم العربي المشترك والطوارئ. بقيت المتبقى من المبلغ لتطبيق الخطة الخمسية. هذه الخطة تتكونت من 3 مجلدات كبيرة، الهيكل الاقتصادي العام والقطاعات والملاحق. ومن حسن الحظ أن الدكتور علي عتيقة احتفظ بنسخة من تلك الخطة التي وزعت على جميع المسؤولين اللي في ذلك الوقت، وطبعت بعد ثورة فبراير ليطلع البحاث والدارسين والجيل على ما كان يعد لهم ذلك العهد. هذه الخطة جاءت بعد تأسيس الدولة الليبية بالكامل، يعني تأسست في سنوات ما قبل النفط وما بعد ظهور النفط خلال الخطة الخمسية الأولى. تأسست كل أجهزة الدولة وكل تشريعات وكل وزارات، الملاك الوظيفي بالكامل، جهازها النيابي بغرفتيه البرلمان، والجهاز الدبلوماسي من وزارة خارجية وهيكل وموظفين، وتم شراء كل السفارات الليبية في الخارج. تأسس الجيش الليبي وتم تنظيمه، وأرسل الطلبة للخارج وصدرت مراسيم تعيينهم ومراسيم ترقياتهم. أنشئت كلية الأمن، بدأت في تخريج ضباط الشرطة المتخصصين وفق أعلى المعايير والمناهج العلمية الحديثة. أنشئ البنك الوطني، صادرت العملة برصيد احتياطي عالي جدا، تم الوصول إلى الحد الأدنى من الأجور. أنشئت المؤسسات التعليمية والجامعات،
كل ذلك تم في سنوات ما قبل النفط وما بعد النفط. إذن نستطيع القول أن هذه الخطة كانت ستعتبر خطة رفاهية، يعني ستبدأ في إنشاء المشاريع الاستثمارية والمنتجعات والفنادق واستكمال مشروع الخطة الثانية مشروع إدريس للإسكان، لكن كان الشعب يعني يتحفز للوصول إلى مراحل متقدمة في التنمية بطريقة عجولة جدا يعني، وكانت التقارير الصحفية قد تثير الرأي العام ضد خطوات الجادة اللي كانت سيرة فيها الحكومة الليبية. يعني حتى بعد ما حدث الانقلاب تم تعطيل أجزاء كبيرة من هذه الخطة. احتاج النظام نظام سبتمبر احتاج إلى 4 أو 5 سنوات حتى مثلا للوصول إلى الحد الأدنى من المساكن. فهذه هو ما كانت تحتاج دولة المملكة لاستكمال المرحلة الثانية من خططها الخمسية. حققت حكومات العهد الملكي معدلات نمو حتى عالية حتى في فترة ما قبل النفط. دعنا نقول أن التغيير الذي حدث في 1969 وهذا ليس مطروحا للبحث في هذا البرنامج، لكن وجد دولة متكاملة الأركان وجاهزة للانطلاق في أكبر مخططات. لكن دعونا نختم بحقائق وليست انطباعات عن العهد الملكي في ليبيا. العهد الملكي في ليبيا جاء تتويجا لم يكن هبة من دولة استعمارية خرجت ومنحتنا الاستقلال. كان نتاج مرحلة وطنية ملحمة نضال خاضها الشعب الليبي ضد أنواع عديدة من المستعمرين وضد المستعمر الإيطالي الذي حول ليبيا إلى قطعة من إيطاليا. جاءت وفق بيعات متتالية ولشخصية اللي هي شخصية الملك إدريس السنوسي من زعماء الناس ومن قيادات الجهات. لم يكن العهد الملكي عهدا عشائريا، لم تتحكم أسرة حاكمة في مقدرات الشعب ولا في أرزاقه ولا في أعناقه على غرار الأسر الطبقية أو العائلية أو العشائرية في دول أخرى. عاشت البلاد في خلال العهد الملكي حياة دستورية صحيحة بقدر الإمكان في ظل مجلس أمة بغرفتيه. حافظ العهد على التوازن التقليدي للمجتمع، حافظ على موروثه الثقافي والأخلاقي، لم يحدث أي خلل في التطور الثقافي والأخلاقي والتعليمي للبلد. لم يرتكز العهد الملكي على نظرية الصفقة بين الحاكم والمحكوم كما في دول مرفهة الآن، يعني أعطيك ما تريد وأفعل أنا ما أريد فالأرض أرضي والمال مالي. لكن العهد الملكي اعتمد على نظرية المشاركة في الحكم، مهما كانت جرعة الديمقراطية وجرعة هذه المشاركة، لكن شارك الشعب عن طريق ممثليه في سن التشريعات والقوانين وإبداء الرأي ومساءلة الحكومات. رغم أوجه القصور إلا أن عاش حياة ديمقراطية قد تتوافق مع مقدرات هذا الشعب. لم يتميز العهد الملكي بالطبقية على الإطلاق، لم تكن فيه هو حاكمة بين الحاكم والمحكوم. بعثت الطلبة، بعثوا بعثات الدراسية كانت تشمل كل أبناء الطبقة الكادحة بناء على تفوقهم بناء على اللوائح والقوانين. ابن حسين مازق المرحوم نجيب لم يستطيع الابتعاث في دورة لأن نقصتها درجتين عن المعدل المطلوب. سليمان منينة لم يستطع حتى هو أن يبتعث، مع أن والده عضو في مجلس الشيوخ وأكملوا دراستهم على حسابهم الخاص. ابتعثوا طلبة نعرفهم شخصيا ما زالوا منهم كثير على قيد الحياة بناء على تفوقهم. كان الوزير
يمارس حياته مع من هم أقل منا في الرتبة بعد انتهاء الدوام وكأنهم أصدقاء، وهذا نتيجة استمرار العلاقة الودية في المجتمع الليبي، لم تؤثر فيها الطبقة الحاكمة أو المسؤولية. العهد الملكي كانت علاقاته مع الدول وتحالفاته مع الدول الأخرى كالدول الغربية، هذه المعاهدات مثلا كانت لصالح الشعب وليست لصالح الحكم، كانت من أجل البلاد، من أجل حمايتها، من أجل توفير لقمة العيش، لم تكن من أجل حماية الملك أو الزعيم. عاشت الناس في العهد الملكي حياة مطمئنة، لم يعرفوا زوار الفجر، لم يعرفوا المحاكم الاستثنائية. ربما هذا كان يعتبر الآن يعد من التهاون الذي وقع فيه العهد الملكي، لكن العهد الملكي كان يعني هو كان برزخ ما بين تلك الحياة الاجتماعية الودودة التي عاش الليبيين وحياة الدكتاتوريات التي سيطرت على الوطن العربي فيما بعد. لكن النخبة والشعارات القوية القومية ممكن شغلت الناس عن الالتفات إلى هذه المعطيات أو السمات المتميزة للعهد الملكي الليبي مقارنة بأنظمة قائمة في وقتها وليس بأنظمة موجودة الآن. وقبل أن نصل إلى خاتمة هذا البرنامج، دعونا نقتبس فقرة على لسان أدريان بيلت حول الشخص الذي تركز عليه أو الشخص الذي كان محور هذا التاريخ الذي سردناه، وهو شخص الملك الراحل رحمة الله عليه. يقول أدريان بيلت: كان لدى الشعب الليبي قائد سعى دائما للحصول على توجيهه وقبول ذلك التوجيه لسنوات، ليس لقيمته الجوهرية والدينية فحسب، ولكن أيضا كمحفز نشط للوحدة والاستقلال. ومع اقتراب سنوات الحكم الأجنبي من نهايتها المصيرية، احتشد الناس حوله بأعداد متزايدة، كانت أهليته لشغل أعلى منصب في الدولة لا جدال فيها. مارس الملك إدريس الأول صلاحيته الملكية لأكثر من 15 عاما، وتغلب على العاصفة بشكل غير مزعج، ودائما ما كان يبقي سفينة الدولة في وضع متوازن ويعدل مسارها باستمرار وفقا للرياح المتغيرة للأوضاع سريعة التطور. كان سلطته بلا منازع وكان عنصر استقرار. وأعتقد أن أعظم إنجازات الملك إدريس أنه أحضر لشعبه صورة للأمة وإحساس متزايد بالاندماج قوي بما يلزم ليكفي لخلق رابطة دائمة. بقي أن نقول أن تلك الصحف التي استنكرت يوما ما عشية استقلال ليبيا ذلك الاستقلال عادت لتعترف بأن هذا الشعب كان جديرا باستقلاله، واعتذرت عما نشرته في يوم 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 استنكرت هذا الاستقلال. بقي أن نختم ما بدأنا فيه في الحلقة الأولى. هذا البرنامج لم نقدمه من أجل سرد التاريخ الليبي، ربما واجهني بعض القصور في الأداء، أو ربما نسيت، أو ربما تغافلت عن ذكر أحداث وتفاصيل، لأن كان هدفي من هذا البرنامج هو إعطاء لمحة لهذا الجيل عن كيفية تكون هذا الوطن، كيف صنعوا هويتهم المشتركة في هذا الوطن، ولذا من أجل ربط هذا الجيل بماضيه، ومن أجل كما قلت سابقا جسر الهوة التي حصلت في الذهنية الليبية تجاه تاريخها، حتى نستعيد الاعتزاز بهويتنا الوطنية واعتزاز بشخصيتنا الوطنية. ليس هناك أسوأ من أن تعتز، أو دعنا نقول لن نستطيع ومن المستحيل أن نعتز بوطن ونحن لا نحترم مؤسسيه. أولئك الآباء المؤسسون بذلوا ما يستطيعون واستطاعوا بجدارة في أصعب الظروف وبأقل الإمكانيات وبأقصى وتيرة متسارعة أن يصنعوا هذا الوطن في 18 سنة. وكما يقال أن ماضيك هو مرآة مستقبلك، هو دليلك في حاضرك ومرآة مستقبلك
فلننظر إلى ماضينا، نلتمس منه العبر، نتلمس مكامن الخطأ لنحدد مسارات الحاضر، ولنبني مستقبلا زاهرا للجيل الصاعد من أجل استعادة الوطن والاعتزاز بهذا التاريخ المجيد. فلننسى خلافاتنا ولنتآزر ولنتآلف ولنلبي نداء الله بالاعتصام من أجل رفعة وطننا واستقامة أمورنا. أحييكم، وكانت فرصة سعيدة، وآسف إن كنت بدا مني أي تقصير، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.